ما تسجل. تو جاي تسجل هسه فتحته لا اعيد يعني عادي. براحتك تو انا شيت ناسي والله هسه انا فتحته اتس اوكي. زين راح اعيد من البدايه. تمام تمام دكتور تسلم حلو يلا. Good morning, everyone. This chapter today, electricity within the body, الكهربائية بالجسم, جسم الإنسان. راح نستمر بهذا الشابتر. اليوم راح نركز أكثر على الصوديوم بوتاسيوم بامبس اللي هي تخص هاي مضخات البوتاسيوم والصوديوم اللي تخص التغير بفرق الجهد اللي هو الأكشن بوتنشال. من الأكشن بوتنشال راح يمر من البودي اوف ذا سيل ثرو ذا اكسون خلال المحور لنهايه الخليه لخليه اخرى خليه عصبيه اخرى. فهذا الاكشن بوتنشال من المسؤول عنه اللي ينشطه هو الصوديوم بوتاسيوم بامبس مضخات او قنوات صوديوم بوتاسيوم. فراح ناخذ التفاصيل شويه اكثر من المحاضره السابقه لتوضيح بعض النقاط. In general بسرعة عامة الالكتريكال بوتنشال هو فرق جهد كهربائي العام هو عبارة عن نقل بوتنشال انرجي اللي يعني الطاقة الكامنة وهي نقل ايونز اور اني تشارج سيجنال فروم A تو B. من ننقلها الكولوم الشحنة راح تحتاج 1 جول از ورك او شغل. بنفس الوقت فرق الجهد راح يكون 1 فولت بين النقطتين. فهذا بالفيزيكس. بموضوعنا اليوم بالاكشن بوتنشال اللي تعريفها العام is a rapid sequence of changes in the voltage across the membrane هو تغيرات متسلسله سريعه بالفولتيه عبر الممبرين اللي هو عبر الغشاء عبر غشاء الخليه العصبيه. هاي التغيرات هي نتيجه البامبس او القنوات اللي تضخ صوديوم وبوتاسيوم. العنصر المهم من صوديوم بوتاسيوم خصائصهم بحسب ما بالصوره المبينه هاي نشوف انه الدنسيتي الكثافه للصوديوم اكبر من البوتاسيوم. بنفس الوقت راح نشوف انه هاي راح تغير من النيجاتيفيتي او البوزيتيفيتي اوف ذا سيل او الممبرين راح تغير من الموجبيه والسالبيه اعتمادا على هاي الكثافه واكيد العدد مالت الايونز الداخله والخارجه من الممبرين. طبعا اضافه لذول الايونز اكو هواي ايونات يعني اخرى موجوده وعناصر وليكويدز راح تنتقل خلال يعني خلال الليكويد بتوين الممبرين. لكن اليوم كمرحله اولى وكتشابتر يعني بيسك تشابتر راح ناخذ هاي التفاصيل العامه. ان شاء الله بالمرحله الثانيه راح تاخذون الاكشن بوتنشال بتفاصيل ادق وتفاصيل اكثر بخصوص الباقي الالمنتس. بالجدول الدوري الالمنتس اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم تشوفونهم هنا من نفس الجروب اللي يسمونهم الكلاي ميتالز او الفلزات القلويه. تمام اكو عندنا فيديو صغير شورت فيديو راح يوضح انه الايونز من تنتقل من الانسايد او الاوتسايد ذا سيل تو ذا انسايد ذا سيل. هذا الفيديو اوكي سو هسه هذا من يجي سميل صوديوم بوتاسيوم بامبس مضخات صوديوم بوتاسيوم راح هاي تشانل هاي نسميها تشانل او عن طريق هي تتم يعني القناه اللي عن طريقها يتم ضخ الايونز البوتاسيوم والصوديوم. اذا نتصور هذا هو هذا هو عباره عن بروتين اوكي يحتاج طاقه. هاي الطاقه راح تجي اي تي بي فمن يدخل يحتاج طاقه فراح ذولي الاثنين اللي هم فيديو سريع شويه الاثنين اللي هم بوتاسيوم وال يعني تو ايونز بوتاسيوم ذولي وثلاثه ايونز صوديوم.
فذولي راح يدخل يعني راح يدخل 2 ايونز، يعني يدخل للخلية 3 ايونز صوديوم ويخرج 2 ايونز بوتاسيوم. هاي ال 3 ايونز صوديوم من تدخل الخلية راح احنا نعرف من المحاضرة السابقة انه الانتيريور اوف ذا سيل اوف ذا اكسون از نيجاتيف كوركت، الداخل مالت الخلية او الاكسون راح يكون اكثر سالبية والخارج يكون اكثر بوزيتيفيتي موجبية، تمام؟ فمن تدخل ثلاثة صوديوم انسايد ذا سيل راح تزيد الموجبية بالداخل وراح تسوي ديبولاريزيشن اللي شرحناها صح موضحها، راح تسوي ازالة للاستقطاب، والاستقطاب من كان الاوتسايد بوزيتيف والانسايد نيجاتيف، تمام؟ طبعا بالفيديو هذا كتوضيح عام، يعني كتوضيح عام مثلا هو هسه بالفيديو لا تشوفون اجت هاي الانرجي، يعني انطت انرجي فقد انرجي دخل اثنين، او احنا العكس مالتنا اللي نريد احنا يدخل ثلاثه، خلينا نتخيل هذا الانسايد مال السيل وهذا الاوتسايد، بس النيجاتيف الاشاره تختلف. المهم بالمحاضره بالسايد اوضح، بس هذا الفيديو بس يعني انيميشن يوضح، تدخل ثلاثه وتطلع اثنين، تمام؟ هذا مجرد توضيح بسيط، وراح هذا على طول قلنا السالب بعدين راح يتغير موجب من نشرحه بالتفاصيل الاخرى، وهذا اللي نسميه الكتروكيميكال جراديانت او الانحدار الكهروكيميائي بالسيل. So نرجع للسلايد مالتنا. هذا الجريدد بوتنشال هنا بهالفقره هاي، هذا السلايد يوضح انه تذكرون من قلنا if the stimulus is not enough to make a difference to make an action potential، اذا كان stimulus اذا كان المحفز طاقته او الشحنه مالته غير كافيه انه يقود الخليه الى تكوين action potential، يمتى هذا يكون؟ من يكون under 55 او minus 55 بهاي المنطقه هاي، تمام؟ احنا هذا قلنا الريستنج، الريستنج بوتنشال الجهد الاستراحه للخليه اللي ماكو اي اكشن واحد، يعني يكون مثلا اذا نجري الهاند مثلا ماكو اي عاز لها، ماكو اي واخذ دبوس او حراره من اي مكان، فتكون هذا وقت الاستراحه بالاكشن بوتنشال يكون اللي داخل الخليه العصبيه ماينس 70، تمام؟ من يجي فد اكشن او ستيمولس او محفز، من يكون المحفز يعني مو كلش قوي ويكون وتبدا من يجي محفز مثلا فد لمسه، مثلا خلينا نقول فد لمسه ريشه او فد حشره على ايدي الواحد، مثلا فد نمله بس ما يحس بها الشخص، او احساس بسيط بحيث ما يحرك ايده او يبتعد او يحس انه اكفد فد something wrong or something need to be treat with، فمني من ما يحرك اذا الفرد، اذا هذا الايعاز الاجا هو under or around like under minus 55 بهاي المنطقه اللي هي هنا، هاي يسموها all or none phenomenon، ظاهره الكل او عدم، يعني ظاهره الكل او عدم، يعني ظاهره انه يا اما يصير يا اما كل شيء يكتمل من يكون عندنا minus 55 او ما يصير شيء، تمام؟ يعني من تكون ماينس 55 يا اما راح تكتمل او تكتمل، يعني يكتمل الاكشن بوتنشال اذا كانت ابوف 55 ماينس 55، او اذا كانت اقل ماينس 55 ملي فولت طبعا ما يصير. سو هاي امتى يكون؟ وين فيو شانلز ار اوبن، من تكون الشانلز هاي او نفس البامبس تكون قليله اللي انفتحت، فما تصير depolarization، يعني تبقى الخلية من الداخل minus ومن الخارج يعني negative أو positive، تمام؟ بعدين إذا كان minus 55 وأعلى
يعني اللي يكون بالماينس يعني اعلى، قصدي اعلى تكون اقل بسالبيه، تكون مع ماينس 55 ماينس 50 ماينس 40، بعدين تصير بوزيتيفيتي تروح لل 30 وهكذا. راح ايش يصير عندنا؟ هذا الجيت ثريشولد، ثريشولد اللي هو الجيت العتبه، راح يصير اكشن بوتنشال متكامل. كوركت، هاي وضحناها بهذا المخطط بالتفاصيل الـ يعني الشحنات دخولها وخروجها. من نجي قلنا هذا الستيمولس المحفز هو هنا مثلا يجي على شكل يعني خلينا نقول هسه هاي فد اشاره حراره فد شيء فد وخزه. هسه احنا هذا الماينس 70 هو الريست بوتنشال، جهد الاستراحه ريست، رايت. من يصير الستيمولس المحفز الخارجي على الهاند او انوير، الاكشن بوتنشال هنا راح يكون اذا ازداد، اذا كان اكوفت الاستيمولس انف راح تزداد يعني قوي، فهنا يوصل لحد الجيت ثريشولد. الجيت ثريشولد اللي هي الحد بوابات العتبه، اذا ايش راح يصير؟ راح تدخل داخل الخليه او خلال الممبرين خلال الغشاء الخلوي ثلاث ايونز اوف صوديوم. زين هو الصوديوم احنا قلنا اكثر، هو اكثر بالبدايه انه كثافته اكبر من البوتاسيوم، هو اصلا كثافته كبيره واعداده دخلوا ثلاثه، تمام؟ راح يدخل داخل الخليه، الخليه كانت سالبه دخل لها ايونز موجب راح تتغير. فش راح يسوي هو؟ طبعا الخليه من كانت بالداخل سالب وبالخارج موجب كنا نسميها بوليرايزد، مستقطبه، يعني اكو استقطاب، اكو فد استقطاب يعني بالخليه بالاكسون انه داخلها سالب وخارجها موجب. اذا ممكن اذا ترجعون للكتاب النظري يعني بس تشوفون اكو صور هوايه، هو اذا كل شيء نخلي بالاستعداد يصير تو ماتش، اكو صور بالكتاب توضح انه هاي الخطوات ام يعني بصور متعدده، وممكن توضح انه الاكسون عباره عن متسع، متسع تكون الداخل سالب والخارج موجب. anyway فمن دخلوا 3 ions of sodium inside the cell غيرت الشحنة داخل الخلية، صارت من سالبة إلى موجبة، تمام؟ بنفس الوقت الخارج صار سالب بدل ما يكون موجب، إلى أن هذا صار depolarization، إزالة استقطاب، إلى أن وصل إلى حد أنه صار يصير الداخل plus 30 ملي فولت، زائد 30 ملي فولت داخل الخلية، بينما شقد كان هو minus 70 ملي فولت، correct. فهذا من يوصل لحد plus 30 بعدين الصوديوم gates closed، تنغلق الصوديوم gates. من تنغلق الصوديوم gates تذكروها بالفيديو، تدخل ثلاثة تطلع شقد بوتاسيوم، two ions right. ف وهذا التوازن اللي يصير مرور الوقت بالسيال، يعني كل سيال كل اكشن. ف يدخل هسه من طلع من دخل قلنا ثلاثة صوديوم بعدين انغلقت، يدخل الـ يعني يطلع من داخل الخلية شقد؟ 2 بوتاسيوم، يطلع من داخل 2 بوتاسيوم يطلع برا، اوكي، تنفتح البوتاسيوم جيت اوبن ويطلع برا. بهالاثناء راح يصير إعادة استقطاب، تمام؟ راح ترجع إعادة استقطاب هذا هنا هيجي، وراح ترجع الداخل سالب والخارج موجب. وهاي يعني على طول هاي تتناوب هيجي، بعد شو نقول قلنا rapid change، تغييرات سريعة طبعاً هاي بالملي سكند أو بلس، راح تنتقل خلال الأكسون، وهاي التغيرات على طول الممبرين. بالرسومات اللي خدناها المحاضرة السابقة من وضحنا إنه الأكشن بوتنشال هنا يكون هو على هذا الغشاء، وهذا ممكن يكون جزء العلوي منه، أوكي، باعتبار هذا الممبرين وهذا داخل الخلية وهذا خارج الخلية، الخارج موجب الداخل سالب. فبهالإشي وهذا من يجي يكون بهالجزء منه. فنجي across the surface of the membrane، عبر سطح الغشاء الخلوي، every neurons
is an electrical potential difference عبر الغشاء أو الغشاء سطح الغشاء الخلوي. كل لكل خلية عصبية there is electrical potential difference فرق جهد كهربائي اللي ممكن نعبر عنه بفولتية due to the presence of major of more negative ions هذا لوجود أيونات موجبة on the inside negative sorry سالب in the inside of the membrane يعني أكثر سالبية جوا more than the outside فال more negative ions on the inside of the membrane than of the outside المهم فتبقى قلنا مثل ما ذكرنا أن السالبية داخل أكثر من الموجبية الخارج the neuron is said to be polarized بهالحالة يكون polarized مستقطب the inside of the cell is typically minus 960 to minus 90 millivolt more negative than the outside تقريبا نفس الكلام وهذا يوضح الشكل ان الصوديوم والبوتاسيوم وباقي الايونز قلنا اكو ايونز بتفاصيل اخرى تاخذون شغل المرحله الثانيه تمام هذا يوضح طبعا هنا اذا كان فد ميجرمنت فد قياس الخليه بالريستنج راح يكون ماينس 70 بالريستنج Alright. فهذا الشكل بصورة أوضح وراح قلنا تنتقل الآيونز على طول الغشاء على طول الأكسونز يدخل 3 يطلع 3 ويدخل 2 قلنا يدخل 3 ويطلع 2 بوتاسيوم So أكو كم نوتس هنا بالنسبة لهذا الأكشن بوتنشال من يحصل بالخلية العصبية يحصل بغض النظر عن الأثر أو الفعل مالت السيمولي اللي هو المحفز الخارجي يكون قوي أو ضعيف مثلا it doesn't matter if the spider if it's a spider on your knee or an elephant يعني مو فد شيء مهم انه اللي على الركبه مثلا مالت الفرد يكون سبايدر فد عنكبوت او فيل يعني مهما يكون صغير صغير او كبير المؤثر الاكشن بوتنشال راح يكون تقريبا هو نفس العمليه نفس التكنيك the strength of that action potential as well all the same فالقوه مال الاكشن بوتنشال هي نفسها هو اي وان تنتقل خلال الاكسون What does change is the frequency اللي يتغير أو الفرق بين إذا كان المؤثر الاستيمول كان كبير مثل الفيل أو صغير مثل السبايدر الفرق إنه التردد of the buzz عملية انتقال الشحنات من تكون يعني مستمرة وهذا راح توضح إنه هناك something في المؤثر الخارجي ويحتاج يتفاعل مع الجسم يبتعد عنه أو يتعامل معه بصورة صحيحة. النقطة الأخرى a weak stimulus tend to trigger less frequent action potential أكيد يعني مدام تعتمد على يعني هذا يأثر على frequent أو مدى تردد هاي الأكشن potential فالمحفزات الضعيفة راح تكون ترددها تردد أكشن potential يكون أقل تمام الملاحظة الأخرى أن signals in low frequencies مثال على signals in low frequencies هو pick up an echo الى مكان او تلتقطها من مكان هذا يوضح انه يعني هذا الفعل هو يعني action potential بس low frequencies بترددات يعني واطية قليلة تمام فمن يعني كمثال الترددات البسيطة إنه هو التقاط بيض. Intense signal with high frequencies. المثال آخر إذا كان ترددات عالية أو إشارات شديدة تجي مكثفة إشارات من تجي ميمتى هذا يكون when you try to crush a can من تريد تكسر أو تطعج علبة بيبسي مثلاً أو كوك. Those action potentials to tell your muscles to contract harder.
هذا الاكشن بوتنشال من يكون في something قوي، هذا ينطي عازل للمصل للعضله انه تتقلص اكثر هاردر حتى تسوي هذا الاكشن. بتفاصيل اكثر نرجع عنه الاكشن بوتنشال اوف نيرفز اللي ذكرناهم. A stimulus is received by the dendritium of the nerve اللي هي الشجيرات مالت الخلية. This causes the NI channels to open. If the opening is sufficient, drive the anterior potential from minus 70 to minus 55. هاي التفاصيل اللي هي راح يغير ويقود الجهد من minus 70 to up to minus 55. إذا صار 55 العملية تستمر. The process continuous. هاي بالنقطة الأولى. بعدين having reached the action threshold more like sodium channels sometimes voltage gate channels open راح تنفتح. الـ NI influx drives يعني من دخول الصوديوم داخل الخلية. هذا الفيض يقود الـ interior الداخل of the cell up to about plus 30 ملي فولت، راح يقود الى انه تكون من ماينس 70 اب الى بلس 30 اتش من الى هنا. تمام. The process of this point is called depolarization، ذات الاستقطاب. بعدين قلنا ان since the potassium channels are much slower to open, the depolarization has time to be completed. بما انه اكو هنا الخاصيه انه من يكتمل الصوديوم الوقت مالت الاوبننج دي بوتاسيوم ياخذ وقت اكثر. slower to open بها فتبطء بالفتح. فهذا ينطي وقت انه الديبولاريزيشن ذات الاستقطاب تكتمل. having both potassium and sodium channel open at the same time will drive the system toward neutrality. فهذا من يكون البوتاسيوم والصوديوم مفتوحات راح يقود النظام الى toward neutrality. Neutrality التعادلية. And to prevent the creation of the action potential. ويمنع تكوين action potential ثاني باعتبارك بالستability. بعدين الخطوة الرابعة هنا. نهاية الستability هنا ثلاثة. بعدين الخطوة الرابعة. انه البوتاسيوم من يكون open البوتاسيوم. الممبرين يعيد استقطابه. Back toward is the rest. يعيد استقطابه وين؟ للرئيس يعني هل اتجاه هذا للرئيس. تمام. بعدين الخطوه الخامسه هنا هاي اللي قلنا بها الهايبر بولاريزيشن. هنا البولاريزيشن تيبيكلي اوفر شوت ذا ريست بوتنشال اباوت ماينس 99. اذا ممكن يكون يعبر يعني وصل يقف الى ماينس 99 يجي وينزل. This called hyperpolarization. يسموها الزيادة بالpolarization أو الزيادة في عادة الاستقطاب. And would seem to be counterproductive. ممكن تكون هاي مصادفة وما دام تحدث. But it's actually important. وهي بلكن هي مهمة بنفس الوقت. In the transmission of information. مهمة. Sorry. بنقل المعلومة. Again, the hyperpolarization prevents the neuron from receiving another stimulus. هاي من يجي الستيمولس وتبدأ الإشارة تنتقل وتوصل للهايبر. طبعا هاي كل خطوة الهايبر بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن راح يسوي راح يمنع يعني يمنع الخلية من استلام محفز ثاني during this time هذا الوقت القصير. or at least raises the threshold for any new stimulus. at least يعني يزيد العتبة لأي لأي نيو ستيمول محفز جديد. Part of the importance of hyperpolarization is in preventing any stimulus already send up an axon from trigger another action potential in the positive direction. الجزء المهم الثاني للhyperpolarization حتى يمنع الستيمول المحفز حتى send up the axon from يمنع عن شنو another action
in the position حتى يمنع من يرجع مثلا يكون احتمال ممكن مثلا طبعا هذا ما يحدث بس هو هذا حتى يمنع انه الاكشن بوتنشال يكون بالاتجاه المعاكس اللي راح يصير like something interrupting بالعمليه تقاطع او تقاطع بالعمليه الكهربائيه هذا ما يحدث يعني هذا اللي هذا احد فوائد الهايبر بوتنشال ممكن يكون تمام هاي النقاط مهمه واحد يعرفها يعني انتم ان شاء الله باللكشر In other words, بكلمات أخرى, hyperpolarization assures that the signal is proceeding in one direction. Hyperpotential راح يضمن أن the signal is proceeding تجري باتجاه واحد. After hyperpolarization, هنا أنا يعني بعدين, Na and K plus pumps eventually bring the membrane back to its resting state minus 70. بعدين راح تجلب البامبس راح توصل لحد الماينس 70 اللي هو ريستنج بوتنشال اوكي تمام كل شيء تمام محاضرة اوكي يعني الاشاره صحيحه عندكم يمكن زين الابلكيشن من هذا الشيء وين ديرتنا شبكه سيند انفورميشن تو ذا برين المنطق ترسل الشبكه مسج او معلومات للعقل ذا سيم يعني هاي تو ذس يعني هذا في التطبيق لها يعني هاي بتطبيق تطبيقاتها براتنا بالشبكه مالت العين من تنطي اشاره تنطي اشاره عن طريق الاكشن بوتنشال اللي هي هاي الظاهر الاذرز تيست ريسبتورز مستقبلات التذوق الهيرينج اند بالانس السمع والتوازن بالاذن اللايت تاتش يعني لمسه خفيفه اللمسه الخفيفه هم يصير فيها هذا الاكشن بوتنشال في كل بالعضله البين اند تمبرتشر يعني والالم بصوره عامه ودرجه الحراره also sense information هاي كلها من الظواهر للاحداث اللي تصير بحياتنا الاكشنز هاي كلها ترسل معلومات للبرين عن طريق الاكشن بوتنشال so هذا الرسم اللي سألوا عليه زملائكم بالكلاس روم هذا الرسم يعني يوضح ان الاشاره تنتقل من البودي اوف ذا سيل كذا الدندريتس تجي منه تنتقل بهالاتجاه بالاكسون وهنا اللي يصير الاكسون بوتنشال هنا يصعد مثلا بالتفاصيل اللي حكيناها ينتقل بنا بهذا الجزء هنا من يبدي الصوديوم يدخل الخليه شوفوا هسه صار خلية الشانت سالبة من يدخل صوديوم صارت داخل موجبة تمام In response to a signal the soma and the axon becomes depolarized من يجي يعني تجيب هاي الإشارة الأكسون become depolarized يزيل استقطابه يتم إزالة استقطابة الأكسون المحور بدت أول خطوة اللي هي قلنا دخلت الثلاثة صوديوم الخلية من دخلت الثلاثة صوديوم زادت الاستقطاب قلت السالبية اللي هي موجبية وكتلتها أكبر من البوتاسيوم فزادت الموجبية بداخل الخلية بعدين depolarization spread down راح ينتشر داخل الأكسون meanwhile the first part of the membrane repolarize because and I channels are interactive and activated and additional potassium channels have opened يعني هالخطوة اللي هي كان بتفاصيل أكثر بالمخطط هنا بصورة سريعة إنه من صار depolarization بعدين صار repolarization من جت البوتاسيوم طلعت من الخلية من الممبران الغشاء الخلوي بعدين membrane cannot depolarize again فمن صارت هاي ميسي بعد ما يصير depolarization again يعني هو صار depolarization اجى بعدين repolarization عادة استقطاب بعدين لازم يروح للريستنج مو كمل السايكل هاي الدائرة مالت البوتنشال بعدين the action potential continue to travel down the axon راح يستمر و travel down the axon بعدين يرجع ريستنج اكو مقطع بدي اوضح هذا الشيء هم
هذا المقطع الثاني اللي يوضح الموفمنت مالت الشحنات. شوفوا هاي السيجنالز، يعني الشحنات اللي هي تمثل الايونز، عفوا الموفمنت مالت الايونز من تنتقل من اللي قلنا اول شيء ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن ريستنج. هي كانت ريستنج، نبدا ارجع الفيديو. هسه هاي الاكسون، هذا المحور اللي هو بالخليه العصبيه بوقت بوضع الريستنج. الريستنج بوتنشال، الريستنج من يكون داخل الخليه يكون نيجاتيف والخارج يكون بوزيتيف. هذا اللي هو يكون الفرق الجهد ايش قد؟ ماينس 70. تمام. هسه من نضغط انا نبلش بالاكشن، صارت الداخل موجب. شلون صارت موجب؟ اجتها ثلاثه صوديوم. اوكي، ثلاثه صوديوم كثافتها اكبر من البوتاسيوم، وهو اصلا ثلاثه عددها يعني اكبر، فصارت بوزيتيفيتي انسايد ذا اكسون. وهذه مين دخلت؟ هي دخلت من خلال الممبران الغشاء الخلوي، دخلت ثلاثه صارت بوزيتيفيتي. بعدين طلعت، طبعا بهاي المرحله بهاي كلها ناصر، طلعت اثنين بوتاسيوم. من طلعت اثنين بوتاسيوم ايش سوت؟ رجعت هسه هاي الخطوه لهنا، هاي صارت ريبولاريزيشن، اعاده استقطاب. تمام. هسه هاي بالريستنج اصلا هي بولارايز، مستقطبه لان موجبه وسالبه نفس المتسعات الكهربائيه. من هاي الشانل من دخلت ثلاثه صوديوم صارت شنو؟ صارت ديبولارايز، زالت الاستقطاب اللي كان بداخل الخليه. من زالت الاستقطاب بهالاثناء صار الحد البلس 30 قلنا من الفولت، بعدين انغلقت الصوديوم، انتهى يعني الفعل مالته، انتهى تاثيرها. انفتحت منه البوتاسيوم، البوتاسيوم انفتحت دخلت للخليه اثنين بوتاسيوم. وطبعا هذا شنو يعني؟ هذا يعني دا ينقل من الاقل صوديوم، ينقل من الاقل للاكثر، فهذا الاكشن يحتاج طاقه. فقلنا بانه بعدين من دخلت اثنين بوتاسيوم هذا راح يكون يرجع ريبولارايز، يعيد استقطاب الداخل. Resting, depolarization, repolarization، وتستمر هاي العملية قلنا داون ذا اكسون يعني الشكل التصويري. تمام؟ بهالشكل. وهذا اللي الرسم اللي قبله يوضح هاي الطريقة. أتمنى واضح الرسم والتفاصيل. يعني هذا الشكل يوضح هذا الرسم، مقطع الانيميشن الفيديو يوضح هذا، من يجي depolarized repolarized resting، وهذا على طول ال يعني على طول الاكشن بوتنشال process. So من هالفيديو شفنا لحد هنا انتهى هذا البارت اللي يخص الاكشن بوتنشال، وخصائص بتفاصيل يعني أكثر وضوح من المحاضرة السابقة. المحاضرة القادمة راح تكون البارت 2 من الإلكتريستي within the body، راح تكون أكثر تفاصيل يعني تطبيقات طبية للإلكتريستي in general، وتطبيقات كتطبيقات طبية بالبودي راح ناخذها.
اللي تعتبر البارت الأول من قلنا الأسبكت مال التطبيقات اللي هي تكون داخل البودي، وأكو تطبيقات عندنا بالبارت الثاني الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله، التطبيقات اللي هي خارج البودي اللي هي الانسترومنت قلنا الاكس راي الايكو الام ار اي اند اذرز لايك تكنيكس اللي تستخدم الالكتريسيتي في سبيل يعني از ابلكيشن لخدمه البودي كوركت. ثانك يو سو ماتش. If you have any question, please feel free to ask before I move to the next. Let me leave you guys and see what thanks you have with the next lecture for you. So, any question? Yes, Abdullah Najm, Abdullah Muhammad Najm. السلام عليكم دكتور. دكتور بس ملخص داخل الخلية عندنا السالبية أكثر من الموجبية، إذا صار حافز راح يدخل الصوديوم ويسوي إعادة استقطاب ويطلع البوتاسيوم، فراح يصير الموجب داخل الخلية وموجب خارج الخلية، ويصير الحافز. تمام، الحافز المحفز من يصير محفز للبودي تدخل ثلاثة صوديوم مثل ما ذكرت حضرتك، وتطلع اثنين بوتاسيوم. من تدخل ثلاثة صوديوم راح تسوي ديبولاريزيشن إزالة استقطاب. هل هاي الخطوة الأولى؟ من تطلع اثنين بوتاسيوم راح تسوي ريبولاريزيشن، يعني الحافز يعني إزالة الاستقطاب تصير قبل الإعادة؟ لو الإعادة قبل إزالة الاستقطاب. أول شيء إزالة هي كانت ريستنج، أول شيء إزالة يسببها الصوديوم يسببها، بعدين إعادة استقطاب يسببها البوتاسيوم. شكرا. Any question؟ زينب كفاح؟ السلام عليكم.